هوس تيك توك هو الموضوع اللي غادي نتكلموا فيه هذا المساء. كيف سبق لي وقلت بلسان المغاربة، وضيفنا الأخصائي والاستشاري النفسي نزار اليملاحي. مساء الخير سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا، سعيد بلقائي معكم. شكرا على قبول دعوة رمضان معنا. أستاذ نزار اليملاحي، واش فعلا اليوم ممكن نتكلموا على هوس تيك توك، علما أنها منصة اجتماعية عندها خصوصيتها تقوم على تقاسم المقاطع الموسيقية، وهو التطبيق الأكثر انتشارا في العالم؟ نعم، ممكن أن نستعمل هذا المصطلح هوس، لدرجة على أن عموما استعمال الهواتف الذكية بشكل عام خلقت لدى البسيكولوج والأخصائيين النفسيين وهذا المجال ديال الصحة النفسية مفاهيم جديدة ودي باثولوجي وأمراض جديدة، من بينها مونوفوبي، يعني الإدمان على الهاتف، والإدمان خصيصا على بعض التطبيقات اللي بالفعل كتخلق هذا التشويق وفيها مجموعة ديال العناصر اللي هي أحيانا كتكون جيدة، ولكن للأسف بعض الأحيان كتكون مضرة وكيكون عندها أضرار وخيمة على الصحة النفسية ديال المستعملين، بخصوص هذا التطبيق ديال تيك توك. الخصوصية ديال تطبيق تيك توك كيف ما قلت استعمال المقاطع الموسيقية، أيضا المدة الزمنية القصيرة ديال الفيديوهات ديالو، كاين واحد يعني واحد سهولة وواحد اليسر في تداول هاد الفيديوهات، واش عطاتنا تعلق مرضي من نوع خاص؟ وبغيت نخص الحديث فئات نفسية أو تتسم بالهشاشة النفسية والمراهقين وحتى الأطفال اليوم. باش نعطيو هذا الموضوع حقه أستاذ أمين، إيمان، مهم جدا نوضعوا موضوع تيك توك واستعمال هذا التطبيق ديال الهواتف الذكية في السياق العام ديالو، بمعنى غياب مفهوم الصحة النفسية لدى العامة كما الخاصة، غياب تواجد يعني قوي للاباء مع الابناء ديالهم، انه العدد ديال الاباء كيعتقدوا على ان المهمه ديالهم تقتصر على الماكل والمشرب والملبس، غياب مفهوم يعني الانشطه الثقافيه الترفيهيه اللي هي كتكون بعيده على العالم الافتراضي اللي فيها العالم الواقعي، اللي انشطه ثقافية، خيرية، اجتماعية، فنية. غياب هذه العناصر التي ذكرت كتجعل أن مجموعة الشباب كيلقاو الملل ديالهم في الهواتف الذكية واستعمال ديال التطبيقات وديال تيك توك بالخصوص، نظرا لهذا المعايير ونظرا لهذا نقولوا حنايا الاستثارة وهذه المميزات اللي كتثير الانتباه ديال الشباب وديال المراهقين بالخصوص، واللي كتخلق نوع من الإدمان. صحيح لا مجال للشك في هذه المسألة، ولكن الخطورة الأول أستاذ إيمان هو أن هذا التطبيق ما خطأش مع مجموعة ديال المعايير أخلاقية وقانونية وقانونية كيف قلتي. غادي نواصلوا، نعم غادي نواصلوا، غنعطيك مجال من اجل استكمال طبعا هذه الفكره وكل الافكار المتعلقه بهذا الموضوع. نبغي قبل ذلك نستمعوا لعينه ونشاهدوا عينه من اراء المواطنات والمواطنين في هذا الموضوع، موضوع هوس تيك توك. بالنسبه للتيك توك ولا كاع الناس مهوسه به، لان كل شيء ولا كيدير تيك توك، مرت راجل كدير تيك توك، البنت اليوم كدير تيك توك، دابا حتى الانسان اللي ولا شويه ولا كطامع انه يدير داك التيك توك، كلشي ولا دابا الان مهوس بهذا التيك توك. صراحه ما يصلحش لينا حنا كمغاربه، ما يصلحش لينا التيك توك، حيت صراحه خسر اخلاق ديال 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 الشباب. الهوس ديال التيك توك ولا عالميا عالمي، الهوس ديال التيك توك، وتيك توك كلشي مبلي به دابا وكلشي داخل ليه. تيك توك دابا بنادم ملي ولا كتدخلوا شويه الفلوس يقدر ولا يوصل درجه توصل اي حاجه يقدر يديرها. دابا كتشوف مثلا ايا دابا الدريات وكذلك حتى الدراري تما يقدروا يديروا شي حوايج خايبين، فهمتي؟ هي دابا كنشوفوا مره دايره راسها باغا تصبن روتيني يومي كيف ما كنقولوا، كتلوحوا في التيك توك باش يشوفوا المشاهده، كتربح بزاف المشاهده، هذا هو المشكل عندنا دابا.
في الحاجه ديال السلبيات فيها المشاهده بزاف، والحاجه ديال الايجابيات ما فيهاش المشاهده بزاف. بخصوص الموضوع ديال تيك توك، كنلاحظوا ان المغرب خاصه الشباب ولاو مهوسين بواحد الطريقه اللي كبيره جدا، خاصه ان كنحاولوا نقلدوا الثقافه ديال الغرب. يعني كنلاحظوا ان السلبيات كثر، خاصه انها كتهدد لنا الاسلام ديالنا. بزاف الناس يعني كيرقصوا، الفتيات حتى هما كيوريو الجسد ديالهم، يعني السلبيات ولاو كثر بزاف. وكان خصنا ان شاء الله نحاولوا اننا نبعدوا من تيك توك. غنواصل استاذ نزار الملاحي من هذه الشهاده الاخيره. يعني كاين واحد الخصوصيه، مازال كنتكلم على خصوصيات هذا البيتصه او هذا التطبيق، اللي هي عرض الجسد. ومنين كنعرضوا الجسد فهو واحد الباب مفتوح على حكم الاخر وتقييم الاخر. كيمكن نوليو ضحيه ديال التنمر او ضحيه سلوكات اخرى، وهذا الشيء كينعكس يقينا على السواء النفسي وعلى الصحه النفسيه. لا شك استاذ ايمن، بل احيانا كيوصل لدرجه الابتزاز. يعني في عدد ديال الدول كباكستان كالهند وبعض الدول الشرق الاوسط ولما نحتاج في شمال افريقيا، بحكم القيم ديالنا والبلوغ ديالنا، بعض الناس اللي كيبتزوا الاخرين بهذه المشاهد. بمعنى ان الاب ما كيشوفش تيك توك، ما عنده علاقه بالانترنت، ما عنده هاتف ذكي، وما عندوش خبر ان وحده من الاقارب ديالو او المقربات ديالو عندها هي تيك توك. فكياخذ هذه المشاهد وكيمشي عند الاب وكيبتز البنت بهذا الشيء هذا. فهذه امور خطيره، الابتزازات اللي كتوقع على اساس هذه الفيديوهات اللي كتصدع، واللي ما عندهاش قيود وما عندهاش قوانين وما عندهاش اخلاقيات وما عندهاش مبادئ. الشيء اللي ما خصناش نعملو دعايه، يعني التطبيقات الاخرى بدون ذاك الاسم ديالها اللي كنلقاو عندها معايير ديالها وعندها اخلاقيات ديالها، واللي اذا تشكيتي او وضعت شكايه كيتسرغ هذاك الفيديو في الحال. ذلك مهم جدا نفهمه. بحال اللي قلت لك استاذ ايمن، الوضع الامر بالسياق ديالو، واذا سمحتي يعني الامر هذا طويل وربما نبقى نتكلم فيه لساعات، ولكن اذا قدرتي تحدد لي بالضبط شنو السؤال باش نجاوبك يعني تحديدا. تكلمنا على مساله عرض الجسد يعني وربطها بالتنمر، واكيد انكم كاخصائي واستشاري نفسي عندك رسائل مرتبطه بهذه المساله، وايضا مساله ديال التحديات. يعني كاين اطفال عرضوا نفسهم لخطر الوفاه، كاين وفاه ديال طفله ايطاليه لان كان التحدي هو يعني عدم التنفس لمده معينه وتوفيت في الحمام. يعني هذه امور مرتبطه بهذا التطبيق وبالمحاذير ديال استهلاكه كيف ما قلتي خارج الرقابه الوالديه، علما ان حتى الراشدين راهم مبليين اليوم بالتيك توك. نعم استاذ ايمن، اذا بغيتي المداخله ديالي غادي نحاول نركز على الحلول، لان المشاكل كنظن المستمعين والمستمعات. عطينا جميل، عطينا مداخل ديال التجاوز وحلول التعامل الرشيد مع هذه المنصه. حتى المداخلات ديال والتسجيلات اللي عملتها رائعه وكانت في صلب الموضوع. دعني انا كاخصائي نفسي وكمعالج نفسي نركز على الحلول وعلى البدائل تجاه المشكل هذا الحقيقي، هذا الهوس بتيك توك. اذا اول شيء هو كاين هناك مشاكل اللي خصنا ننتبهوا لها مرتبطه بالصحه النفسيه، وبالخصوص مرتبطه بالاشباع العاطفي لدى الاطفال والمراهقين والشباب. وحال عدد كبير من الاطفال غير مشبعين عاطفيا، غير مشبعين بالاهتمام، غير مشبعين في علاقتهم مع الاباء ديالهم، مع الام ديالهم، مع الاب ديالهم. السبب الرئيسي كما ذكرت هو الاعتقاد الاباء ان المهمه ديالهم تقتصر على الماكل والمشرب والمفرم وظروف الحياه يعني الكريمه، في حين ان هذا الفراغ العاطفي يتم تفريغه من خلال هذه الرغبه في ابراز مفاتن ابراز جسد، لانهما محتاجين. اذا بغينا نعملوا واحد الدراسه سيكولوجيه لهاد الناس ولهاد الشباب اللي كيعرضوا المفاتن ديالهم والاشجار وكيظهروا بشكل اللي هو مخل بالحياه، نعم، وخصو عدد المشاهدات، هو في الحقيقه نوع من شكل اشكال الاشباع العاطفي اللي كنقدروا عليه. علاش انا ربطت هذه المساله هذه محتاجين نوضعوها اختي ايمان في الاطار ديال العام؟ لان ما يمكنش نتكلموا غير وافقكم باش مزيان نوقفوا وهو الناس الموجودين على ذلك، لان هناك اسباب واضح، هناك دوافع، وهذه الدوافع خاصها تعالج تماما، والا الناس لان هذا يعني جميل هذا
طبعا هذا التوصيف وهذا الخلاصه. الاردن مثلا قامت بحظر التيك توك، واش حظر منصات اجتماعيه هو الحل؟ عمليا لا يمكن، لان كل ممنوع مرغوب، فالمطلوب هو ترشيد استهلاك وايضا ربما علاج السياق الذي يقودنا الى هذه الاختلالات. أنا من هذا المنبر اللي كما تعلمين أستاذ إيمان أحترمه كثيرا وأعتز، وأنا من متابعين ومشاهدين، بارك الله، كان أعتز وكان أفتخر بهذا النوع ديال الاختيارات ديال المواضيع، ولكن كان أغتنم هذه الفرصة التواجد لأكثر من 14 مشهد من القائمين على الشأن العام بشكل عام، لأن هذه الصدافة والجهود باش بالفعل يتم التحسيس للصحة النفسية، لأن غيار الصحة النفسية وغيار السواء النفسي أكيد أن الشباب غادي يمشوا وغادي يقلبوا على متنفس باش يفرغوا باش يحاولوا إثبات الذات، تحقيق الذات وإشباع العاطفي من خلال هذه التطبيقات. إذا قلنا بالتحسيس والأطفال تم التعامل معهم بالشكل الصحيح وتم التركيز على قيم الأسرة وعلى الحوار وعلى الدفء وعلى اختيار حلقة البداية أستاذ إيمان البدائل، نعلم الأطفال ديالنا ديال حتى كثير في الولايات المتحدة أن الشاب ما كيجي عمر 14-15 عام حتى كيدخل في العمل التطوعي، يعني شاب صغير. شكرا لك. أدرك أن الوقت المخصص لهذه الفقرة ستكون لدينا فرص لتناول هذا الموضوع بشكل أكثر استفادة. شكرا لك ضيفنا الأخصائي والاستشاري النفسي الأستاذ نزار الملاحي، كنت معنا عبر تقنية سكايب من مدينة تطوان.